وهذا تيسير لمفاهيم الدين. إذا عملت العمل واجتهدت كثيرا أن يكون لله فلا تبالي بأي أحد من الخلق علمه أو لم يعلمه، لأن الذي وحده يقدر على أن يكافئك علمه، وكفى بعلم الله علما وكفى بثواب الله ثوابا. فبالله عليك، رجل صلى ركعتين فعلم الله منه صدق نيته وأعد الله له لذلك نزلا عظيما في جنته، ما الذي سينفعه الناس لو علموا عنه ذلك؟ لن ينفعوه بشيء، فخير له أن لا يعلم الناس عنه. لكن المثل الذي قلته في الأول أردت به شيئا واحدا، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها، إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجنة، ولمن غلبت عليه المعصية تخشى عليه من النار. أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزة والجلال، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.